hard and fast. ان شاء الله نكونوا في شي مستوى اللي احسن، نكونوا لاعبين ان شاء الله على الطلوع. نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لمنير، لاعب ديال منير، لاعب ديالنا اللي زوينه كانوا مضروبين، عملوا عمليه منير العثماني ومروان طويل. العام اللي جاي ان شاء الله يرجعوا للفارق ويعطيو شي اضافه ان شاء الله.